الصحة من القطاعات الحساسة التي تعكس مدى تطور وازدهار الدول، ما يحتم مواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال، بما فيه التكوين المستمر للأطباء والذي يعد ضرورياً للطبيب، حيث عادة ما يكتفي هذا الأخير بما اكتسبه في طور الدراسة، رغم المستجدات والاكتشافات الطبية المستمرة. نظمنا هذا اليوم العلمي باش احنا على بالكم باللي العلم سي با سيونس اكزاكت، سادير حنايا دائما كاين حاجه جديده ايتو سا، سي بور سا حنا درنا هذا اليوم باش سادير لا فورماسيون كونتينيو، التكوين المتواصل يكون دائما يكون حاضر ويكونوا توجور اجور، يكونوا توجور اجور. احنا في اليوم الدراسي الثاني تاع نقولوا النقابة الوطنية لمسن الصحة العمومية مع المؤسسة الجوارية للصحة العمومية لسيدي محمد بوشنافة، وهنا قاموا يعني ب يعني يوم دراسي علمي. ولعل أهم الأمراض التي يركز عليها في الأيام التكوينية هي تلك الأكثر شيوعا بين الناس، بما فيها السكري وضغط الدم وحتى أمراض الأسنان والفم. هي مواضيع الساعة سيدي مالادي ايمرجونت، عندنا مثلا اللي راهي مطروح على الصحة العمومية تكفل بالقضايا المستجدات ومستجدات العصر. مثلا يعني عندنا كي مثلا تكلمنا على الإسهال لادياري، تكلمنا على ليبرتونسيون الضغط الدموي بيرسيستون اللي متواصل. التخصصات نقدر نقولوا بليك اعطتنا الامكانيات باش الدرسه ممكن تكون في اخر الطور، في اخر مرحله تاع المرض تاعهم نقدروا نعالجوها ونخليوها سيغ لاكاد. واش نقدروا نقولوا؟ الدرسه هي الفي بارتي دو لورغانيزم، الدرسه تقدر تقتل. هذا وتعد الأيام الدراسية والتكوينية فرصة للأطباء لتبادل الأفكار ومعالجتها والاستفادة منها لتقديم الأفضل والأنجع دائما للمرضى.